يقال والعهدة على القائل أن قوات البيشمركة كانت تستعد لخوض هجوم مباغت على بعض أطراف داعش نتيجة للتمشيط الأمني الموجود في هذه المناطق، وأنه لاحظوا طائرة مروحية نزلت بهذا المكان ونقلت أشخاص موجودين مسلحين في هذا المكان إلى مكان بعيد وخلاص انتهى داعش، انتهى وجود داعش في هذه المناطق. هذا يحتاج إلى تحقيق عسكري جدا. أنا شخصيا استغربت من هذا الكلام، ويحتاج إلى تحقيق عسكري. ليش؟ حتى لا نحكي بكيفنا إحنا، مو كل واحد يحكي بكيفه. هذه النقطة يجب أن تأخذ بعين من نقل هذه المعلومة، ما تحدث إلى أنه مثلا نوع هذه الطائرة العسكرية ممكن قد تكون تابع لأي جهة، للتحالف، للقوات العراقية، لأطراف أخرى يعني. ولهذا أنا أقول تحقيق عسكري، حتى مو كل واحد من كيفه يحكي، ومو كل واحد من كيفه يتصرف، وبالأخذ بنظر الاعتبار، بعين الاعتبار هذه المسألة إن كانت صحيحة أو كاذبة. طيب.